حضارك الساعة عالم الإسلام إن اليرب بدنا ويسوي كيسينية كاردة قفكو يا بيا ما حي تلا ويسوي كيسينية ضد كان كلام مبدأ بينه نهاي كالعقيدة إنه نهاي وحقفكو وجود يانا يا و تلا بده دوقة طبقة ضيع وام حي رسول كني منا يا مولا كني رسول كني منا يا مولا كني ماكو كرشو مدينة نواو هجرودي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد وبرمج كنيت المامه دينت بإذن الله تعالى كرًا كان وحين كجور رمي دونا يسوى كيسين تا قال هذا اللي يسوى كيسيو وحضرك الصاحب الله بضن وقال هذا مقال كودي ويكيسيني يدل يرى بضن ويسوى كيسيني قال هذا أما هنقدان قارق البيت شوقة أما هنقطو قارق شوقة شينة أما روش أما قارق يرتوية أما سياسيين أما قارق فيلمان مثل إلى آخره وحضرك سأل اللي يرى بضن ومسلمين تتكف صوماليا كوها الله قرعتكم أكومنه حضرك سأل عالم الإسلام إن اللي يرى بضن ويسوى كيسيني قال هذا قفكو يا بيا ما حي تلا ويسوى كيسيني هذيت حق دركا هذيت حق دقنكا هذيت حق هذلكا هذيت حق طلابدا حق تيمها قفكو ويابيا ددكن كلمه مبدا بينه نهي كل عقيدين نهي و خو قفكو اوو دينايه او طلابدود او غتبا قاديا وا ما هي و حنا قرسا جوابته ما دام المسلمين تو مادي اهان اي او جوبين حضاري اهان اي او جوبين او لغا خوق بتاي dowladoodina la baabiyay reer galbeedka waliba iyaguna ay horumaray maadi ahaan iyo technology ahaan dhalinyaradeena waxay u qaateen maadaama qofkani inaga horeeyo dhinaca maadiga iyo dhinaca technology-da dhinac walba inuu ka dayno siduu dhacba ugu wanaagsan yahay ayaa dhinaca akhlaaqda muqaalka mariyaha timajarista talaabada wax walba uu inaga wanaagsan yahay laakiin waxaan leenahay dhalinyaro rag iyo dumarba inaan iyeynanba waxaan leenahay moogsoon tahay horumarka maanta gaaladu ay sameeyeen waliba kuwa reer galbeedku ee kuwa kale ay kaga daydeen in aanay gaari lahayn hadii aan xadaarada islaamka aanay wax ka baran lahayn walaal arkayna tiraade wadaad baa taad ugu yoo waxa weeyaan waad ka soo horjeeda sida awgeed waxaan lahayn iyo waxayna lahayn baad inoo sheegaysa waxaan leenahay reer galbeedka aqoonyahankooda كود كود تخصص تاريخ ذا التاريخ المسلمين تي تاريخ ذا رجال بيت كواسي في عنو يقارنا أيا إنوش يجي بل هذا لذو قار كود نسوي حقنا منتج مري وات وأنا المستشري قا تاريخ المسلمين تنا كود تخصصي وحلي هي عندما يدرك الشخص التجارب العربية بالكامل بالإضافة إلى الفكر والكتاب يعي أنه لم يكن بمقدور العلوم الأوروبية أن تنهض بدونها مركو قفكو عركو تجابوين كي أي سمية مسلمين وردما استران أركتدو دي فكر كودي قرال كودي مركو عركو وحا أمو قنيسة أو علينا يو فهمي إن أنا سورة قلحين أقوانتا رير يروب إن أنا إن أنا قادو أما كعدو مسلمين الأنتيد نحن الأوروبيين نجهل الفضل الذي تدين به ثقافتنا للإسلام حلية هي أدينونا هاي رير يروب وحيرونا هاي ضد موغن gacantay kullay dahay saqafadeena iyo dhaqankeena iyo aqoonteeda gacantay kullay yihiin muslimiinta iyo diintooda iska daa inaan ogeyn marka qaar kood been qursana buu leeyahay marka la wuxuu leeyahay soo ka waramayo arin hoos ugu sii dhaadacaya ayaa wuxuu leeyahay taqabalat uruba daraasata aljiraha fi madaris atib bibut warin la yaab leh aad ugu fiirso horumarka galbeedka ka jiray maadiga technology-ga waxaad ogaanaysaa inuu muslimiinta xaggooda ka yimid taas waxa keenaysa marka inaad u qaadan waxan maanta ay hayaan inuu yahay wax iyo dhaleen wax ay tahay wax inaga inaga qaateen oo inaga soo xigteen wuxuu leeyahay Yurub barashada qalitaanka surgery-ga inay ogolaadaan in lagu barto iskuuladooda waxbarashada iyo caafimaadka lagu barto waxay soo gashayido qoyar qoyara
دادك وحقرا لأن اخترد آه سير تريقة كتخصوصي وحي هاجرين دادك ترسان طبقاتها لليدو وحي إنو واركي تريقة دادك عافماتك يقانا دادك وحقرا إياه دل ديتا سندي كون بقول سدحي لحدن كيبو لي كنيسادو وحي صوصارت وكون يبقول يسدحي لحدن كي وحي صوصارت كنيسادو قوانا إنا لبران كرين قالينك ولو برن كرين إنو يهي قيب كميدا عافماتك لكن أنت وحيك الدبية أركتي أسويس بدش وحن يسكو بدشي مركي لهالي قرى الذي مسلمين تو عافماتك هيك قرين إلى ترجمي سيدوك هلا قولي إنك صليبين تها إسود دولي إسقى عورنا إيه عالم الإسلامي أما الشام يا مصر قيب كميدا قبصدي خبرت بهال كان ككس بعدين وحي أركن قابك مسلمين تو أي عافماتك ولا معاملة يعني يا قانتي ولا يهين وحلاية هاي ضدك مسلمين تو وحي لهاين وحي بقى إنن قارين وأكو صابسن عافماتك وقابك ضدك وحلاو برا أما عافماتك برا نيا وحلاو وش ياقو أما وحلاو قدر عيني كم ده هيد إن ضدك حنوسنا يا تشودا لقوا برا عافماتك وحياي ونختار كيلو صوك حيانا ليالي الثانية مكالا سمايه وحبراني سي والله تصو وحويان يدو براتيكالا وحولي يارنتا إن اختار كيلو ليالي لقوا توبرا ووحي لو سيني أركتيهان لو تصو يسوك توسا ومركا لتطبيقين ايو يورب ميترين لقوا منا أقون إلا لسو قاري يكون شان بقول يكون تنكي ميلادي لكن مسلمي تهرو يقاني وحولي هاي خير يروب قرن جيشان يتمناد يكيل يتمناد با أقوانت عافمات كوي حكي قادنين وحي المسلمين توي قرين وحانات كو أركي كرتا بوغاك ترهير يروب اي قرين ميلها ريفيوغ ايو سماين ايان ايكو سماين ايان بوغاك تي اون نقون ايان ايكا سوقاتين يمراتيع ديكا سوقاتين أقوانتات كو أركيسا نساق قولا تيش مرخاتيغان مفور ايو قوض بكو حنو كينينا وحيتاي ايو الاخوة هرانا ويروشيك نوين كو عليننا horumarka maadiga reer galbeedku ahaayeen waa mid ku dul taagan horumarkii muslimiintu xadaaradood markii caalamka babanaysay ay soo saartay sigrid honka waa mustashriqa ilmaniya waa gabadh baratay culumta muslimiinta oo jarmalka u dhalatay kitaab ay qortay leeyahay shamsullahi tasda'u ala alqarb al'idi ilahi oo soo baxday reer galbeedka ومعنى هذا يهي مسلمين تكوت المام سائنا هايان عد عيدو صوب حضي يروب وحيلا ضحي لقد تعرف روتشر بيكون على البارود من خلال ترجمات مؤلفات حسن الرماح عن الحرب روتشر بيكون وانو لشي انجليسكا قرن قيسة دي حتو منادنا النولا وانو فيلسوفة ninkani waxay leedahay baruuda wax qarxisa wuxuu ka bartay kutubti xasan ramaah oo nin caalim oo muslim ahaa oo ka qoray dagaalada iyo baruuda iyo waxay tahay iyo qalabada lagu dagaalamo waxa waqtigaas uu noola marka maxaa ku muuqanaya aqoonta cid kale ay qaadanayso ama cid kale loo nisbeynayo وحا هل أبور كيدي يعرين تيدا لها مسلمين مارك الله وحي لاذوا كتاب كمين كسو حيقانين كانت معظم المخطوطات الأوروبية الطبية في أول عصر الترجمة وحتى القرن السابع عشر تقليدا للعرب ونقلا عنه وحي لاذا هاي قرى الذي رجل بيتك أي سميين بدون كودو أي كساب صناعة في ماتك لقصوا بلا أمركي ترجمة أي بلابين رجل بيتك إلى قرن جيت الطبية الطمانات وحي هدمي دبو الصعوطة ورين عنا نقول بعدين وسو كوبي كسو كوبي قرن يسوي حي مسلمين توي قرين واحد عضي إلا جبو كتبتي حضارة الإسلامية يقرتي عفماتك أي كقرتي سو كتبتي ابن سينا يكولا شاتك ما قال هذا باسل لا يراه ضو يسوي سرلانكو تعالى يلا جبو يضع ساتي هذانا وحيلا ذي بل ظل محافظا على مكانته يسرق منه السارقون ما شاء الله لهم أن يسرقوا وحيلا هذا يدو كتبتي لجوبي ولو كعسين ولا ليه عيد كلو مبهنين أيها هذانا كتبتي مسلمين تو أي قرية وحي هاين قار أيجو أي دبجليان
oo mararka qaar kood ay sababaysay inay soo xadaan afkaarta oo waxa weeyaan aanay noqon mid iyaga cidi lahayd fikirka loo nisbeeyo tusaale ahaan waxyaabaha la xadaa waxa kamid aha nin reer Yurubi inuu sheegto inuu isagu ogaaday helitaankeedana lahaa dhiig wareega yar inuu isagu lahaa manu lahayn run ahaantii ibnu nafis kutubtiisu soo qaaday oo ka soo xaday waxa leenahay horumarka maadiga reer galbeedku sameeyeen ee dhalinyaro yacni ku dhadaran darteen waa mid ay muslimiinta ka keeneen waxa weeyaan haddii muslimiintu aanay jiri lahayn iyo xadaaladoodina aanay horumarka maadiga maanta ay haystaan aanay gaari lahayn marka waa inay ogaataan dadka muslimiintii iyaga waxaan lahaa waxaan ugu dayanaa ma taalo waxaan u eegano iyaga inuu bidhaansanaa ma taalo wixii tiknoolojiyada wixii taqniyada wixii ibnaadanka maadadiisa horumarinay waan ka qaadanayna laakiin wixii akhlaaqiyada iyo wixii mucaqadaada iyo wixii khasaaista caqaa'idoodu ay keensanaysa wixii iyaga u gaara ee caqiidadooda ka dhalanaya uma baahnin baahi uma qabno inay noqono maaha qofkii ayga arkay ee ayga la dhacay ee dabadeedna ayga wax kale aan kaga dayan inuu qayladiisa kaga daydo mooyaane aygu tilmaamo badan buu leeyahay tilmaamihiisa waxaa ka mid ah alwafaa inuu wafi yahay ciddii wuxuu qabatay xusuusnaado uu waxa weeyaan aanu ilaabin intuu tilmaanta qofku iskaga tago in reer galbeedka wixii nagu kalifay inaynu ku dayano inaynu ka soo qaadan weyno waxaynaan u baahnayn aynu ka soo qaadano dawa ayaan daro su-aal kale isweydiin leh haddii ay horumareen maadi ahaan iyo teknoloji ahaan macnaheedu ma waxay tahay akhlaaqdooda iyo qiyamkoodu way wanaagsan yihiin oo way horumartay بإذن الله تعالى حلقة صوص عطاين وكتشوها بدورنا سيدا يكون الضمب السلام عليكم ورحمة الله واو أسبوع كيسو في عيسا حيو متكيشي سما ما شاء الله سيح محاس كوش بصدي واحد كوش بتحيل مفرم $10 بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا